يمكنك أن تتعرف على طريقة وكيفية حل مشكلة تطبيق لا يستجيب بخطوة واحدة حل سريع. قم بالضغط هنا على ضبط الإعدادات. بعد ثم قم بالضغط هنا على تطبيقات. من ثم سوف نقوم بنزول إلى الأسفل والضغط هنا على تيك توك خاص بكم. بعد ثم نقوم بالضغط هنا على إيقاف الإجباري. من ثم سوف نقوم بالضغط هنا على الموافقة. بعد ثم نقوم بالضغط هنا على مكان التخزين. من ثم سوف نقوم بالضغط هنا على مسح التخزين مؤقت. من ثم سوف نقوم بالضغط هنا على بإيقاف إعادة تشغيل الاتجاه العمودي. وبهذه الطريقة نكون قد قمنا بحل المشكلة. ولا تنسوا الضغط على زر لايك والاشتراك في القناة. ونراكم فيديوهات القادمة.